بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث هذا اللقاء يدور حول فتح مكة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمضان. يقول الله جل ثناؤه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله مولانا العظيم. هذه السورة الفتح هنا المراد به فتح مكة. كان من الطبيعي ومكة فيها الأوثان حول الكعبة والمسلمون في المدينة يصلون إلى الكعبة، فكيف يستقبلون القبلة التي يصلون إليها وفيها أوثان؟ أظن منطق طبيعي أن يتجه جيش الإسلام بقيادة محمد عليه الصلاة والسلام ليزيل هذه الأصنام حتى تخلص القبلة للمسلمين بغير وثن ولا صنم. ومن هنا بدأت الجيوش تزحف على مكة حتى فتحت، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل البيت كعبة وصلى فيها ركعتين، ثم قام ووقف على الباب وقال خطبته صلى الله عليه وسلم. لمن؟ يقولها للذين آذوه وأتعبوه وشردوا أصحابه، كل مشرد في الأرض يضربونهم ويعذبونهم حتى يضطروا إلى أنهم يذهبوا إلى الحبشة فرارا، وبعدين يعودوا برضو يستأنفوا الضرب، فيضطروهم إلى الهجرة في المدينة، ثم يؤذونه هو نفسه صلى الله عليه وسلم، يؤذونه في نفسه، يخنوه وفي أولاده، فيروح. كان له 3 بنات قبل فاطمة رضي الله عنها، رقية وأم كلثوم وزينب، فراحوا لأزواج البنات قالوا لهم: أنتوا يعني من تمش معنا من قريش؟ قالوا: نعم نحن معكم من قريش. فذهبوا لأحدهم عتبة: طلق امرأتك ونحن نزوجك أي امرأة من العرب شئت. كان الراجل عايز يتجوز واحدة معينة، فقال لهم: إذا زوجتموني فلانة طلقت بنت محمد. قالوا له: نزوجك إياها. فقال: أنا طلقتها. فطلق. راحوا للثاني قالوا له: أنت منا ونحن منك، فطلق بنت محمد اللي هو اسمه عتيبة. فقال لهم، ما كانش بقى عنيف زي دوك، قال لهم: لا أنا مطلق، طلقتها. راحوا للراجل الثاني اسمه أبو العاص بن الربيع اللي كان زوج السيدة زينب، مش هي دي، لا زينب الكبرى. فقالوا له: يا أبا العاص طلق بنت محمد. قال: لما؟ لأن نريد أن نزوجك بنت رجل لا يعادينا ولا نعاديه، ومحمد عدونا. فماذا قال الرجل العربي الجاهلي الذي لم يؤمن بمحمد؟ والله الذي لا يقسم بغيره لو زوجتموني بنساء الدنيا ما تخليت عن صاحبتي. الله أكبر، الله أكبر. زينب أبو العاص بن الربيع هذا
أولد زينب بنت رسول الله بنية صغيرة اسمها أمامة. أمامة هذه كانت بقى ذات دلالة على رسول الله، وهي لسه طفلة صغيرة سنها 4 سنين. فكان إذا جاء يصلي جاءت تطوف حوله فأخذها وضعها على عاتقه الشريف، فإذا سجد أخذها فوضعها على الأرض، وإذا قام من سجوده أخذها فوضعها على عنقه، وكأنه لا ما بجملش، لكن كأنه انتهزها فرصة علشان يقول للعرب: أيها الناس، إن الله قال عنكم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ إن المرأة التي تعاملونها هذه المعاملة وتحتقرونها هذا الاحتقار أنا أكرمها حتى أتقرب بتكريمها إلى الله وأنا في الصلاة. هذا معنى بلا ريب عظيم، ما نقدرش نقول فيه حاجة.